فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن تكشف المرأة التي يكون عمرها 50 سنة أو 60، وهل تعتبر من القواعد؟ القواعد فسرها الله جل وعلا بقوله: اللاتي لا يرجون نكاحا، ميؤوس منها، ما تصلح للمتعة كونها كبيرة السن ولا أحد يرغب فيها. أما 50 و60 و70 هذه ترغب، لا سيما إذا كانت جميلة وصحيحة الجسم يرغبون بها الناس، وهي ترغب أيضا. إنما امرأة انقطعت شهوتها للكبر والهرم، وصار الناس ما يلتفتون إليها ولا فيها فتنة ولا شيء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر لي أحد طلبة العلم أن الإنسان إذا ضحك في ومع كونها كذلك، قال جل وعلا: وإن يستعففن خير لهن، مع كونهن بهذه الحال. نعم.